كل سنة وانتم طيبين. اهلا بيكم في حبة كراميلنا ونص في الدنيا. النهاردة وصفتنا هي تارت بشكل جديد جميل جدا، هيعجبكم قوي، على شكل هلال رمضان. ممكن نعمله باي شكل، بس النهاردة اخترنا ان احنا نعمله على شكل هلال رمضان. دي حاجة حلوة قوي نعملها لحبايبنا او احنا رايحين زيارة نعملها لضيوفنا. مكونات وصفتنا هي 200 جرام زبدة، كوباية سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، بيضة لازم تكون كبيرة، لو بيضة صغيرة يبقوا 2، معلقة كبيرة فانيليا، بشر ليمون حسب الرغبة، 3 كوبايات دقيق منخول، باستري كريم للتزيين، وطبعا التزيين بتاعنا حسب الرغبة. انا هقول لكم انا زينت بايه، وكل واحد برضو حسب ما بيحب. عندي فراولة، بلح، فستق، مشمشية، عندي كمان أراسيا، بسكوتات حسب ما بنحب، وتشوكلت. أول حاجة هنبدأ وصفتنا، بنضرب البيضة، نضربها الأول برة مع الفانيليا. بشر الليمون دوت بيدي نكهة للناس اللي بتحب الليمون، ممكن نحط بشر برتقال، ممكن ما نحطش خالص حسب الرغبة بتاعتنا. كل ده بضربه مع بعض بالشكل ده، وببدأ أحضر الجزء الثاني من الوصفة بتاعتنا. بحط الزبدة، 200 جرام زبدة زي ما احنا اتفقنا بالشكل ده، بحط السكر، الزبدة والسكر اتخلطوا كويس قوي، بنزل عليهم كده بالبيض يبقى معاهم. نضرب بقى تاني نكمل ضرب. بالنسبة للميكسر اللي ما عندهوش ممكن يستخدم مضرب الكهرباء العادي. انا حطيت على الدقيق معلقة البيكنج باودر، انا مش عايزة اكتر في البيكنج باودر لان ده تارت، والتارت مش لازم ان هو ينفش. هبدأ احط الدقيق واحدة واحدة على الخليط اللي احنا عملناه، اللي هي الزبدة والسكر والبيض المضروب مع الفانيليا. العجينة احنا حطينا الدقيق واحدة واحدة واحنا بنشتغل. هبدأ انا اطلع العجينة، هحطها في نفس البولة اللي احنا كنا حاطين فيها الدقيق، علشان طبعا انا عايزة لسه اعجن فيها. معلومة بقى عايزة اقولها لكم على عجينة التارت، المضرب الكهرباء لو انا استخدمت مضرب كهرباء مش ميكسر زي دوت كده، لازم اضرب لمدة 17 دقايق السكر مع الزبدة، علشان اتأكد ان الزبدة والسكر تجانسوا مع بعض. كمان لو انا استسهلت وحطيت سكر بودرة، التارت هيبقى ناعم جدا، وانا محتاجة التارت بتاعي ما يتكسرش مني وانا بشتغل. ممكن انزلها على بالشكل ده كده، كله تجانس مع بعض. بمسكها كده واشوف العجينة بتاعتنا هي يا جماعة بالشكل ده كده. انا هحطها في كيس بلاستيك واحطها في التلاجة، علشان اقدر ان انا اقطعها اقل مدة بحطها في التلاجة 5 ساعات. انا عن نفسي بشغلها بالليل وبحطها في التلاجة لغاية لما اصحى الصبح ابدا افردها. لازم تكون العجينة ساقعة وانا بفردها علشان تديني الشكل بتاعي. طبعا الشكل الهلال اللي احنا قطعناه بنعمل منه 2، لان انا عاملة طبقتين في الشكل بتاعي علشان هحشيهم بالكريمة. عملت كمان شكل تاني، شكل قلب بالشكل ده، ممكن اعمله على ورق شفاف واحط على العجينه مفيش مشاكل خالص. برضو بعمل من كل شكل انا عايزاه، بعمل 2 علشان هي طبقتين. بعد ما طلعنا العجينه من الثلاجه فردناها وقطعناها على الاشكال اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي كان قلب او هلال او ايا كان، احنا الحجم اللي احنا عايزينه بنقطع، بنعمل الورقه زي ما احنا قلنا وبنقصها على الشكل اللي احنا حابينه. بندخلها في الفرن على درجة حرارة 180، اول ربع ساعة ما افتحش عليه لغاية بس لما اشوف اللي هي خدت اللون الذهبي الجميل اللي احنا زي ما احنا شايفينه كده. بنفردها طبعا على ورقة زبدة زي ما احنا شايفين كده، وندخلها في الفرن. بعد ما تطلع برضو ما اشتغلش عليها على طول، انا بسيبها ترتاح، والمفترض يعني والاحسن ان احنا ندخلها برضو في التلاجة تسقع. بتاعي كده جاهز ان انا استخدمه. الوات شوكليت دي بقى انا بستخدمها ليه؟ طبعا انا بسيحها حمام دافي زي ما انتم شايفين كده. انا لازم احط في التارت طبقة عازلة على التارت بتاعي، علشان لو انا حطيت الكريم على طول، سواء بقى كريم باستري او كريم شانتيه، اي نوع الكريم اللي انت هتحطيه،
لازم نبقى فيه طبقة عازلة علشان التورت بتاعي ما يتراش ويبدأ شكله يتغير. فأنا بحب أحط الطبقة العازلة دي. أنا سيحت الشوكولاتة اهو، مش بحتاج كتير يعني، وهبدأ إن أنا أحط على التورت بتاعي أغطيه كله. برضو الشوكولاتة دي حسب الرغبة. ده كريم باستري. أنا عاملاه إزاي؟ أنا بجيب الباستري كريم اللي هو الباودر من محلات الحلواني، وأحط وأكون ضربة كريم شانتيه وأحط عليه نص كوباية باستري كريم واضربهم في الميكسر بتاعي او بمضرب الكهرباء. بحطه في كيس حلواني وابدأ ان انا ازين التارت بتاعي. اكيد قابلتوا الاشكال دي موجودة، ان كنتوا مستغربين طب دي معمولة ازاي. سهل جدا. بتاعنا هو يا جماعة شكله خطير. احنا حطينا الطبقة التانية ونفس اللي عملناه في الطبقة اللي هي تحت، حطينا العيزل بتاعنا اللي هي الواتت شوكولت، حابين نحط دارك. التارت بتاعنا اهو بعد ما خلصناه زي ما انتوا شايفين كده. يجي بقى احسن جزء في الموضوع ده كله هو التزيين. زي ما انتوا شايفين كده انا حاطه صينيه، كل واحد حسب الرغبه بتاعته. يعني انا حاطه شوكليت في ورد، الورد ده برده بيدي شكل جميل جدا للتارت. هحط الاول الورد بتاعي بنطوره. لون الورد برده يبقى حسب الرغبه بتاعتك. بجيب القراصيه بتاعتي، بعد كده الفراوله مشمشيه، وده كان شكل التورت بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين، اتمنى ان هو يعجبكم وتطبقوه، جميل جدا هيعجبكم. وتابعونا مع نص الدنيا وحبة كراميل.